جلسة مد أجل للنطق بالحكم النهاردة، كانت الجلسة الأسبوع اللي فات يوم 1/3، فالنهاردة مد أجل يوم 6/3 للنطق بالحكم. معرفش إيه المشكلة يعني، أنا ما كنتش فاهم حاجة، لا تعليق يعني. إيه المشكلة 27/3 مع قضية الأهلي؟ إيه اللي جاب ديل دي يعني؟ أنا مش فاهم حاجة. وطبعا قرار المحكمة طبعا نهائي، ما فيش فيه لا تعليق ولا أي حاجة. إحنا معاهم يعني، مش هنسيب الموضوع ده الى ان يكون له نهايه ان شاء الله. واحنا كل اللي يهمنا الاحقاق الحق وخلاص يعني، ان الناس دي اذا كانت لها شرعيه تقعد، اذا كان دي مالهاش شرعيه تمشي، انما لازم يكون في استقرار العمليه. مش فاهم، احنا منتظرين الجلسه دي من 28/9/2015، وبعدين بقت 28/2/2016 للحكم، بعدين بقت 27، بقت النهارده 6/3 للحكم، ثم مد اجل ل 27/3 للحكم. انا متوقع ان انا هاجي الجلسه الجايه هقول لي 27/9 للحكم عشان ما يصدرش حكم في ظل وجود المجلس الموجود. لكل المواطنين ولكل الناس لها التعليق، الكلام ده بيحصل ازاي لا اعلم، ولكن انا اللي اقدر اقوله ان انا يكفيني ان في تقرير مفاوضين طالع بيقول ان كل كلمه قلتها ان انا صح وثبت صحتها مش بالكلام، بالمستندات. قرار المحكمه بتاجيل بمد اجل الحكم، طبعا يعني المحكمه بتترى ان هي بتفحص القضيه اكتر، بتطلع على مستندات اكتر لتكوين الراي في الدعوه، وده سجال قانوني بيننا وبين الاخوه اللي رافعين الطعن. وفي النهايه سيصدر الحكم، والحكم احنا بنرتضي الحكم ايا ما كان. يمكن انا قلت قبل كده ان محكمه القضاء الاداري اصدرت حكم لصالحنا، وبلغه الكوره ان احنا بنقول ان احنا لغايه الان احنا كسبانين 1-0، لسه لما نشوف حكم المحكمه الاداريه العليا، ولنا تعقيب اخر ان شاء الله. هم بيتأنوا في إصدار الأحكام، وده حقهم. قانون المرافعات ادهم هذه المكنة وهذا الحق، وبدون ما يبرروا يعني، مش معقول له انت ليه مديت اجل الحكم او ليه اجلت، محدش لا يسال في هذه النقطه خالص. وهذه برضه من اسرار المدوله، محدش يقدر من القضاء يقول ليه. يمكن بياخد وقته عشان يعد مذكره، يمكن لسه لان القضيه 7000 صفحه، ف يعني ثقل ثقيل وعيب كبير جدا. يعني بعض الناس اللي ما عندهمش ثقافه قانونيه، او بعض الناس الجهال بالقانون، فالناس اعداء لمجال، ويقولوا اصلا ده استهلاك، اصلا باتحاد الكوره كل مره بيأجل. احنا اتحاد الكوره احنا مش اضحوكه. تم تأجيل النطق بالحكم في قضية بطلان انتخابات اتحاد الكورة إلى يوم 27 مارس، النهاردة كان المفروض القضية وتم تأجيل الحكم إلى يوم 27 مارس إن شاء الله. يعني يوم 27 مارس هيكون بقى الحكم المحكمة، طبعا في استياء من الناس اللي هم عاملين الدعوة أو الأشخاص اللي عاملين الدعوة، بيقولوا إن الحكم اتأخر، تعرفين إن نهاية مدة المجلس الإدارة الحالي بالنسبة لاتحاد الكورة في شهر 9 اللي جاي. فهم الناس بتقول هيفضل بقى المحكمه تأجل لغايه ما مده المجلس تخلص. يعني الموضوع القضيه دي بقى له 3 سنين وشويه، وانتوا عارفين مده المجلس 4 سنين، والمده هتخلص او ولايه المجلس الحالي لاداره مجلس اداره اتحاد الكوره هتنتهي في شهر 9. فهنشوف بقى هل هيبقى فيه حكم يوم 27/3 ولا برضه ممكن تتأجل تاني. طيب خلينا ادم دخلنا في اتحاد الكوره سريعا كده، المهندس خالد عبد العزيز ينتظر تحديد ملاعب الاهلي والزمالك الافريقيه لحسم موضوع عوده الجماهير. انتوا عارفين المفروض ماتشات افريقيا الجماهير تحضر بنسب قليله 10,000 ولا حاجه يشجعوا الزمالك والاهلي في افريقيا، فمستنيين بس نشوف الملاعب اللي هيلعب عليها الاهلي والزمالك عشان يحددوا موضوع عوده الجماهير. كابتن حماده المصري امبارح كنت قلت لكم ان في دعوه هتيجي لمنتخب الشباب يلعب مباراه وديه في السعوديه، الدعوه فعلا وصلت، منتخب الشباب ان شاء الله هيسافر، هو منتخب مواليد 97 كابتن معتمد جمال، هيسافر يوم 20 مارس ان شاء الله، وكابتن حماده المصري هو رئيس البعثه. النهارده اتحاد الكوره وقع عقود بيع حقوق البث الفضائي لكاس مصر والسوبر، بعد يعني مداولات وبعد تاخير
من اتحاد الكوره، لكن النهارده تم توقيع العقود وفاز بحقوق بس الفضائي للقاءات كاس مصر وكاس السوبر. شركه تيلي سيرف الاستاذ احمد سويلم اللي دخل في مزايده واشترى اعتقد البطولتين الكاس والسوبر المصري بحوالي 10 مليون جنيه، رقم كبير جدا رغم ان احنا كنا في 3 سنين قبل كده، بس دي حاجه كويسه طبعا لمصلحه كره القدم واتحاد الكوره والانديه ان ال 10 مليون جنيه يبقى على بطولتين، بطوله الكاس والسوبر. ولكن قبل كده كان 10 مليون جنيه دول بنشتري الكاس 3 سنين والسوبر 3 سنين، فطبعا رقم كبير جدا، ولكن في النهايه فازت بيه شركه تيلي سيرف حقوق بس الفضائي للكاس مصر والكاس السوبر. نروح للحاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، وهساله كده في سؤال كده هزنقه شويه بس لما نسلم عليه في الاول. ازيك يا حاج محمود؟ كريم وحشني صاحبك. الله يخليك الله يخليك يا حاج محمود. النهارده قالوا لي كده في اتحاد الكوره انت كنت زعلان وصوتك كان مسموع في اتحاد الكوره، وكان في مشاده كده او في مشكله في الجلسه. لا والله عايز اقول لك كريم بكل امانه، يعني في ناس بيحاولوا ان هم يعني ايه يبينوا نفسهم ان هم بيدافعوا على شخص معين وهم اصلا بيضروه. لان احنا في مجلس اداره ملناش مصلحه، حضرتك عارف انا يعني الحقوق البث الفضائي يعني معانا شركه محترمه اللي هي الرعايه للفريق البرزنتيشن ملتزمه معانا بكل العقود لغايه اخر يوم دافع الحقوق بتاعها. المزايده بتاعت البث الفضائي ولها من الحقوق عشان تبقى واضحه، كل ما هو حقوق تجاريه وتسويقيه هي تبعها. جينا نتكلم في كراس الشوط، كل ما هو بث فضائي خاضع للشركه الجديده اللي كسبت البث الفضائي تيلي سيرف. جينا نتكلم في المؤتمرات الصحفيه موجوده في العقد. المؤتمرات الصحفيه اللي هي بعد الماتشات بتاعت كاس مصر، المؤتمر بتاع الماتشات. البورد اللي موجود ده بتاع البرزنتيشن. اللي هو ورا الناس اللي بتتكلم في المؤتمر. بتاعها، لكن القناه اللي هتخش مين؟ القناه اللي متعاقد معاها تيلي سيرف اللي اشترت الحقوق اللي اشترت البث. بالظبط. انت قصدي حضرتك؟ بالظبط. يعني هو ده الموضوع اللي يعني الاعلانات اللي هي ورا البورد اللي ورا المدير الفني وهو بيتكلم. حضرتك دي هتبقى بتاع تبع برزنتيشن راعي الاتحاد؟ برافو عليك، اللي في الملعب. طب طيب وشركه تيلي سيرف اللي هو شاري البطوله البث الفضائي، افرض هو مش عايز الاعلانات دي، عايز اعلانات بتاعته. لا مش من حقه، دي حق الشركه الراعي. امال هيلم اعلانات ازاي؟ هيلم اعلانات على البث الفضائي فقط لا غير. على البث الفضائي فقط لا غير، وعلى الكواليس وعلى القناه اللي تخش تذيع المؤتمر الصحفي. أيوة. على القنوات. أيوة. ده بث خاص بالقنوات يا ريس، مش بث خاص بالحقوق التجاريه والتسويقيه. تمام. على مسافه واحده من الناس كلها، ما لناش مصلحه، لكن في ناس تحب تاخد وش هنا ووش هنا، تقعد تعمل خناقه بين الناس. لكن احنا ندافع عن حقوق، ان احنا الحمد لله معروفين، وحضرتك انا من الاب ماسك الحقوق ديت من ايام الكابتن سمير حضرتك فاكر. ايوه. وقدمت استقالتي ايام البث الفضائي لما اتلغت المزايده لو تفتكر في 2011. تمام. 2010. تمام. فانا واضح جدا في الامور ودارسها كويس جدا. شركه برزنتيشن لها حقوق مؤتمر الصحفي، تحط البوردات بتاعتها، تحط حاجتها كلها، تحط البلد. لكن تدخل قناه تعمل لقاءات سريعه او بطيئه مش من حقها. تعمل كواليس مش من حقها، ال 90 دقيقه مش من حقها. طب قول لي كده حقوق شركه برزنتيشن في بطوله كاس مصر. كل ما هو كومبليت مصر السوبر، كل ما هو حقوق تجاريه وتسويقيه خاصه بيه، الفانيلا، الكم، الشورت، الشراب، الاعلانات على التيشيرتات، كل الاعلانات اللي موجوده على الملعب التجاريه اللي موجوده. الاعلانات اللي حوالين الملعب والاعلانات اللي موجوده في المؤتمر الصحفي. دي بتاعت شركه برزنتيشن. كل ده برزنتيشن. طيب وتيلي سيرف عارفين كده يا حاج محمود؟ يعني عارفين الحقوق دي تبع برزنتيشن مش معترضين؟ طبعا مكتوبه في العقد. هو بقى بيبث المؤتمرات الصحفيه، يعني ما ينفعش المؤتمر الصحفي يبث قناه ثانيه غير القناه اللي هو اتعاقد عليها. بتاعت تيلي سيرف الشركه الثانيه. تقول لي ازاي هو ما يحطش حقوق؟ لا دي حقوق تجاريه، بدليل هو بيبث الماتش بكوره، الماتش بيذيعه والفانيلا مش بتاعته. ايوه. ها؟ بيذيع الماتش بتاع والبوردات كلها حواليها نفس الكلام. فدي حقوق موجوده احنا دافعين عنها، اثبتناها في العقد واثبتنا كل حاجه في الامور. تمام. احنا مبسوطين ان احنا نجحنا ان احنا نزوق بهذا الرقم. رقم كبير، 10 مليون في سنه واحده، ده رقم كبير جدا. برزنتيشن كانت 9900 يا كابتن كريم، ما كانش اقل يعني 100,000 يعني فقط. 100,000 جنيه فرق بس. واحنا وبعدين اللي زعلنا، انا عايز اقول لحضرتك ان الناس بتدور، انا ماسك الموضوع ده، في ناس يقول لك ايه كنت لغيت المزايده، الخناقه اللي حضرتك اللي بتستبعد عشان مش عارف شيكابالا. النهارده الصبح الساعه 10 احنا بعين ب 10 مليون جنيه. أي. جاي مندوب من الوزاره
بطلب من الرقابه الاداريه عايزين العقد كامله وشروطه ليس ازاي. فكنا احنا غير ان ربنا رقيب علينا ان كمان في ناس متربصه طبعا. يعني الوزاره النهارده لسه ما نضيناش العقد وبعد محدود التفتيش والرقابه ما خبيش حاجه لان مش حاجه مخبى عليها. كل الرقابه هتراجع العقد والرقابه الماليه زمان عام زمان عام. انا ما اقدرش اجامل فيه لحظه ولا اخش نفس الشبهه الحمد لله. محدش بيطالب مننا بغير كده بالظبط. لكن في ناس بتحب ازاي تاخد وش ناس من جوه اتحاد الكوره، ناس من جوه اتحاد الكوره اعضاء مجلس الاداره. نعم جوه وبره الترابيزه معاك. جوه المجلس وبره. دي حقيقه يعني بتزايد لحساب مين يعني؟ طالما ماشي صح. بص يا كريم طالما انت ماشي صح، طالما بتراعي ربنا شايف ربنا قدامك انت مش يعني ارضاء الناس غايه لا تدرك. بس المولى بس الملك هو يسخر لك كل الناس دي ويرضي الناس ويرضيك عنهم. يفيك بقى كده ومكر ده وخداع ده ربنا هو الجار يعني نعم بالله. تمام بعدين الحمد لله بنراعي ربنا وفاهمين وفاهمين اللي رايح وفاهمين العقود. وبعدين اقول لك بكل امانه يعني العقد ده عايز اقول لك حاجه. العقد ده انا لما بفض فني يا كابتن كريم عشان نوضح للمشاهدين سادة المشاهدين مقدم العطاء بيقدم اقرار ايوه ان هو اطلع على كراسه الشروط وان ما عندوش اي حاجه وانه ملتزم بتنفيذ كل ما جه فيها. تمام. وانه ما عندوش اعتراض على الطرف الاخر في الاستفسارات. تمام. ولا الطرف ده طيب. اعترض على الطرف حاج محمود ده. انا معايا استاذ احمد سويلم رئيس شركه تيلي سيرف. اتفضل. فنخش مع بعض كده ونتناقش احنا الثلاثه لو تسمح. يا بيه يا بيه اتفضل يا بيه. استاذ احمد ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حاج محمود؟ اهلا يا احمد بيه. الف مبروك يا بيه. الله يخليك. مبروك طبعا على على الله. على كاس مصر وكاس السوبر. بس ما شاء الله يعني رقم كبير يا استاذ احمد. 10 مليون صح؟ رقم يعني ده اقدم مسابقه والحمد لله المسابقه دي تتسوق كويس يعني الناس بتقول رقم كبير. طب ليه ما بتقولش السنه اللي فاتت كان رقم قليل؟ لا احنا يعني دايما بنقول كده عشان العاده دايما كان رقم قليل خلال السنوات الطويله اللي فاتت، ولكن الرقم ارتفع بثلاث اضعاف السنه دي. وزي ما كل حته ماشيه. النادي الاهلي لما كان بدا الرعايه بتاعته ب 50 مليون جنيه دلوقتي وصل ل 200 مليون جنيه. ايوه. اتحاد الكوره لما بداته ب 50 40 مليون جنيه دلوقتي وصل 90 مليون جنيه. ده الطبيعي في اي في المجال التسويق طيب. الرياضي دلوقتي بقت حاجه يعني. خلينا نلخص بقى قصه. عندك مشاكل يعني عندك مشاكل في موضوع لسه كنت بتكلم مع الحاج محمود الشامي بقول له حقوق برزنتيشن ايه في كاس مصر وحقوق تيلي سيرف. قال لي تيلي سيرف البث الفضائي للقاءات المؤتمرات الصحفيه ليها الحق تدخل القنوات اللي هي هتشتري كاس مصر من تيلي سيرف، ولكن الحقوق التجاريه ملك لشركه برزنتيشن اللي هو الاعلانات اللي حوالين الملعب، الاعلانات على تيشيرتات الانديه، البورده، الاعلانات اللي ورا المؤتمر الصحفي. انت ليك اي مشاكل ولا انت متفقين على الحاجات دي؟ لا خالص. احنا دي حاجه تمام يعني زي ما الحاج محمود بيقول دي كراسه احنا مشترينا وناس يعني احنا مش بنشتري حاجه واحنا مش فاهمين احنا ايه هي يعني نعمل فيها ايه. تمام. دي كراسه شروط احنا ماضيين عليها وعارفين حقوق كل واحد ايه وبنحترم حقوق الشركه الراعيه. وبالعكس الحاج محمود يعني دايما مبداه كان في الاخر هو عايز ان كل الناس تستفيد. بالظبط. يعني ما فيش حد يخسر يعني ولا احنا ولا الشركه الثانيه ولا اتحاد الكوره عشان حلو. اي حد يخسر يعني في تعاون ما بينكم كاتحاد كوره وشركه تيلي سيرف وشركه برزنتيشن لمصلحه نجاح البطوله والناحيه التسويقيه. مصلحه حد ان هو يقع، مصلحه الشركتين ان هم يمشوا كويس عشان الاتحاد يفضل ماشي كويس. فانا بتشكر الحاج محمود عشان فعلا يعني انا فعلا مش مجامله ليه والله، بس كان في شفافيه في الموضوع كويس. ده كويس جدا في كويس. اتحاد الكوره وكل حاجه كان زي ما بيقولوا اوبن بوك، مفيش حاجه تستخبى، كل حاجه مفتوحه وكل الناس قالت رايها وكل الناس تعاونت في الـ في الـ في البنود اللي كان فيها اختلاف. وفي الاخر احنا تلاقينا ووقعنا العقد يعني في الاخر مفيش مشكله الحمد لله. طيب استاذ احمد يعني هل هتبداوا البث من لقاءات دور ال 32 الماتشات اللي جايه على طول يوم 20 كل الماتشات؟ طب هتقدروا تذيعوا كل الماتشات ولا هيبقى في صعوبه ان في ماتشات هتبقى في نفس الايام؟ طبعا انت عارف حوالي 16 مباراه دور ال 32. دي بقى القناه اللي احنا بنتعاقد معاها دلوقتي. ده هيبقى اللوجيستكس بتاعت القناه اللي احنا نتعاقد معاها والله عندها الامكانيه ان هي تقدر تذيع كل المباريات في نفس التوقيت. خلاص يبقى كان بها. هو لازم كمان الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات يقدر يعني ايه يوزع الماتشات على ايام مختلفه عشان يقدر يدي فرصه او مواقيت مختلفه، يعني مثلا في اليوم ممكن يعمل ماتشين ثلاثه في اوقات مختلفه يقدر القناه اللي هتشتري اللي هي تذيع كل الماتشات. هي بس مش حكايه كده القناه، احنا برضه النهارده قلنا حاجه مهمه قوي، مش حكايه بس ان احنا نوزع الماتشات على الايام عشان خاطر القناه اللي واخداها تقدر. هي قناه واحده يا استاذ احمد ولا ممكن تبقوا على اكتر من قناه؟ لا ان شاء الله هتبقى قناه واحده. قريب ان شاء الله هنعلن عنها خلال اليومين الجايين دول.
وفي حاجه مهمه بس، ان احنا برضو هيبقى الفرصه كويسه ان احنا على مدار الايام المباريات تتلعب على ايام مختلفه. ايوه عشان خاطر في، انت عارف كاس مصر ده في ناس بيلعبوا من فرق طالعه فرق صعبه درجه تانية طبعا. ممكن لاعب يتشاف، لعيبه كويسه ما تبقاش واخده حقها في الماتشات، عارفه ان الماتشات بتتذاع يعني، فاهم حاجه ازاي؟ ايوه هتفرق برضو فنيا، في ده رايي يعني. طب طالب حاجه من الحاج محمود الشامي اللي معانا على التليفون؟ لا انا بتشكر له والله على المستوى الشخصي، ويعني وبتشكر يعني فعلا فعلا والله ان في اتحاد الكوره يعني انا طبعا كله اخواتي وكلهم طبعا يعني تحيه ليهم يعني، بس الحاج محمود الشامي بالاخص فعلا فعلا يعني في العقد ده اثبت ان في فيري بروفيشناليتي في التعامل، احترافيه يعني. انا بتعامل، بص يا كريم، انا بتعامل بقالي 3 سنين دلوقتي في اوروبا تقريبا مع الاتحاد الاسباني وبره والاتحاد اليوناني، وبنعمل شغل بره مصر. انا ما كنتش متوقع ان انا هلاقي رد الفعل ده من الحاج محمود او من اتحاد الكوره، والحاج محمود في الاخر بيمثل اتحاد الكوره يعني. طبعا هو اللي كان ماسك الملف، ما كنتش متخيل ان هو حد، هو ده اللي سهل الماموريه يعني. انا طبعا كل الناس كانت قالت لي لا انت داخل في حته اتحاد الكوره وشركه برزنتيشن واخده حقوق. طيب سريعا كده معلش توضح لي نقطه بالنسبه للنيل الرياضه، هتذيع البطوله عادي فضائي ولا ممكن يبقى ارضي فقط؟ انت عارف ان النيل الرياضه لازم تذيع التلفزيون المصري. لا ده قررنا احنا معانا خطاب من اتحاد الكوره اللي هو النشاره بتاعت تملكها شركه تيلي سيرف، بنقعد اجتماع مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون. احنا من حقنا ان احنا ندي فضائي لاي قناه فضائيه اللي احنا بنقول عليها، او الارضيه او الارض، بس مش يعني مفيش حد، مش الزام يعني، مفيش الزام. هي السنه اللي فاتت كانت مختلفه شويه عشان كانت شركه برزنتيشن هي مالكه النيل الرياضه، النيل الرياضه هي كشركه برزنتيشن مالكه حقوق البث، فالموضوع كان ما فيهوش حقوق يعني، كل حق واحد لشركه واحده يعني. تمام. استاذ حاج محمود تحب تقول حاجه للاستاذ احمد سوينا؟ الراجل عمال يشكر فيك ويقول لك بعد اذنك يا شغالي. بعد اذن حضرتك انا عايز بس اوضح ان انا اول واحد وقت ما الناس كلها تنكرت بفكره برزنتيشن ايام الخصومات، انا اول واحد مقتنع ان هذه الشركه هي لها الفضل الاول على الله سبحانه وتعالى اللي بثت الحياه للانديه طبعا، ادت فلوس للانديه كتير عشان وخاطرت مخاطره كبيره جدا والتزمت سواء للانديه او للاتحاد عشان ندي كل واحد حقه. وانا وقفت وتحملت المسؤوليه كامله، وقلت قدام لما كانوا عايزين يسيروا خطاب الضمان وكان بينادي احمد مجاد تسيير خطاب الضمان، انا وقفت، انا قلت انا المسؤول عن المديونيه دي وانا مسؤول عن تحصيلها، وقلت ثروت بيه سويله مع المدير التنفيذي وموجود شيك على بياض لاي مبلغ يتاخر على سكه من غير ما اطلب منه، وده اول مره اقولها وده عشان في ناس بتزايد، والتزمت لمصلحه الاتحاد المصري لكره القدم ليس لي مصلحه، والتزمت محمد كامل انسان على المستوى الانساني، انسان اكثر من رائع، انسان محترم، انسان نيته سداد، عمل طفره في الرياضيه ودي نتيجتها هي ارتفاع المنتج، انه بيحافظ على المنتج وبيعظمه، وجود استاذ احمد سويد ده اضافه. وعايز اقول اللي انا شايفه من خبرتي البسيطه ان مش ولا بالنسبه للحقوق اللي جايه واللي جاي بعد كده مش هيبقى في بطولات عربيه، في رعاه جديد، مش هيبقى مقتصر ولا على الاستاذ احمد سويلم ولا على صحاب الكلام. في النهارده الكره المصريه بتعود لهيبتها، والرياضه المصريه ترجع لريادتها وتصدرها للمشهد بعد سنين عجاف اللي فات. هيبقى في اكتر من شركه واثنين وثلاثه، وده اللي بنتمناه وده اللي احنا بنحاول نحطه للي جايين بعدنا. لكن انا ولا كنت ضد محمد كامل ولا كنت مع استاذ احمد سويلم، انا راجل كنت رئيس نادي بقى لي اكتر من 8 سنوات الناس واثقه فيا اتحاد الكوره سواء المجلس ده والمجلس اللي فات، عمري في حياتي ما خنت الامانه اللي حاططها قدامي لزملائي وقدام ربنا. بحاول كان ان احافظ على حقوق الناس كمان، ان انا رجل اعمال تعودت على المكسب والخساره وعارف يعني ايه واحد يحط فلوسه، لا. لكن احنا واحد يمضي معايا عقد واحاول اخرب بيته واحاول اتربص له واحاول اصيد له اخطاء واحاول افسر البتاع بمزاجي انا، عشان انا ولا عمري بعت ولا اشتريت ولا استفدت، انا ما اعبرش كده، انا بحافظ على الناس. ان المال اللي حاطه محمد كامل او اللي حط ده اكن انا بالظبط حط نفسي في نفس الموقف، لان انا ياما دخلت عطاءات ونقصات وياما كسبت وياما خسرت، فبحافظ على الحقوق اللي موجوده عشان ربنا يبارك لنا ويحافظ لنا على اموالنا وعلى الامانه اللي احنا موجودين فيها الفتره اللي احنا بنديد فيها الاتحاد المصري. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا الحاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، بشكر استاذ احمد سويلم رئيس شركه تيلي سيرف، ونتمنى له النجاح ان شاء الله في بطوله كاس مصر السنه دي وبطوله السوبر المصري، ودايما يعني نحاول نحافظ على حقوق بعض ونحاول يبقى فيه برضو راجل زي احمد سويلم دخل بقوه واشترى الكاس والسوبر ب 10 مليون جنيه، لازم نحافظ على
حقوق شركته عشان البطوله تنجح والراجل ما يخسرش، يعني الراجل برضه ما يخسرش من خلال شرائه لبطوله كاس مصر وكاس السوبر. بشكر محمود الشامي وبشكر احمد سويلم رئيس مجلس اداره شركه تيلي سيرف. سريعا بقى نرجع كده لاخبارنا. رئيس لجنه حكام اسكندريه